عم يقولون لك who represent OM for the segment AE. شو بيعطينا؟ شو هي الـ MO بالنسبة للـ AE؟ أنا هون دغري. بس يقولوا لنا هيك يكون عاطينا شيء قبل بدنا نستنتج من اللي قبله. يعني أنا إجباري بدي استنتج من الـ MA إجباري، لأن هن لو الـ MA مش مفيدة ما كانوا عطونا إياها قبل هيدا الكيستيون. فقالوا لنا إنه الـ MA تانجنت، هذا شو بيعطيني؟ إنه في 90. دابري لو بروبريتي دو دو تانجنت، أنا احنا في عنا بروبريتي، بس يكون عنا دو تانجنت. لي بروبريتي دو دو تانجنت اللي موجودين بالكتاب بيعطونا انه الام ا هي ايكال ام او. كيف على اي اساس قلنا انه الام ا هي ايكال ام او؟ اول شيء مع الاو ان تانجنت، وانا بانه هيدا تانجنت وهيدا تانجنت دابري لو بروبريتي دو دو تانجنت انا الام ا هي ايكال على الام او، لانه ليش تانجنت؟ اوكي فهمنا. برجع بقول دابري لو بروبريتي دو دو تانجنت اللي هن الـ EN والـ MA، ونا الـ MA إيكال MA، فهيدا شو بيعطيني؟ إيزوستال. تمام؟ ما بيكفي بس أقول إيزوستال وقول إنه هيدي اللي هي، بكفي بقول كمان أو بلس الـ A O E O E إيكال الـ A O إيكال O E ريون. شو صار معي كمان؟ هيدا تريونجل إيزوستال. انا شو بتعطيني الام او؟ صارت الام او بيربوندكولار على ا او، وكمان ونفس الشيء من هذا الكاتريون كمان بيعطينا الام او بيربوندكولار، صارت بيربوندكولار من هون وبيربوندكولار من هون. هاحكيها بشكل مفصل اكثر. اول شيء ام ا تانجنت او سيركل سي، اي ام او تانجنت او سيركل سي، او اللي هي او ان تانجنت او سيركل سي. alors d'après le propriété de deux tangentes on a الام ا هي ايكال ام او. Alors AME est un triangle isocèle en M. En plus, l'AO est égal OE. Pourquoi? Rayon. Alors AOE triangle isocèle en O. Donc MO perpendiculaire à AE. Donc MO médiatrice au segment AE. Yani MO شو صارت؟ médiatrice. المدياتريس شو بتعطيني؟ بتعطيني بيربوندكولار، هيدا الشيء لازم نحفظه. المدياتريس شو بتعطيني؟ بيربوندكولار. اوكي بعدين شو قالوا لنا؟ قالوا لنا مونتر كو، خلينا نشوف اول شيء كيف كتبناها قبل. هاي بينية هيك كتبنا، هي الفترة. اوكي قلنا ان الاو ان تانجنت اي ام ا تانجنت او سيركل سي. Alors d'après la propriété de deux tangentes issues d'un même point M. هيدي كتير مهمة نقول إنه d'après la propriété de deux tangentes issues d'un même point اللي هي بتكون بس هون معطونا إياها M و circle C. M A إيكال M E وال M A ليكي M A M إيكال M E مثل ما حكينا. وهيدا الشيء بيعطينا إنه ال A M E هي أتان تريانجل إيزوسيل. بعدين قالوا لنا إنه ال A O هي إيكال A O هي إيكال O E، ليش؟ لأنه ريون صح؟ صح. إذا شو بيعطينا؟ إنه الـ A O E إتانس تريانجل إيزوسيل. صار معي تريون دو تريانجل إيزوسيل. إذا بتتذكروا المدام أعطنيها بالصف إنه هيدا على طريقة السوبر بوزابل، أنا هيك قلتنا المدام بالصف. فبعدين قالوا لنا ألور نستنتجنا إنه الـ M O بيربوندكولار على الـ A O والـ M O بيربوندكولار على الـ A E. هلا هي معنى إياها هي مش بيربوندكولار على الـ A O، لا ما بعرف كيف كتبتها، بس لا هي مش بيربوندكولار على الـ AE. بس اوكي هي الـ MO بيربوندكولار على الـ AO، هيدا الشيء بيعطينا انه الـ MO ميدياتريس. هيدي غلط. اوكي اوكي فهيدا هو الكاتر، هيدا هو الكاتر. بعد بيقول لنا بارتي اللي هو تاع البارالل، ما بعرف وين كتبته بس يمكن مش كتبته حالكم يا انا وينو. اوكي عم يقولوا لنا انه دو مونتر كو بي او بي او بارالل على الام او. هلا هي واضحه، انا اول شيء غلطت فيها قلت انه الاو ميليو للام او على الام ان والبي ميليو للاو للاو ان. هيدا الشيء بيعطينا دابري تيورام دو ميليو او بي ام او هن بارالل، هن بارالل، بس هذا الشيء غلط. سوري ما فينا نقول انه الاو ميليو لانه هن اصلا مش عاطينا اياها او ميليو. ما فينا نقول انه هي ميليو، ومع ان هي مش هن مش عاطين اياها مليو، فانا ما بقدر اقول انه هي مليو. تمام فهي الاو هي مليو، ما فينا نقول انه الاو مليو، بس في طريقه برهن فيها. بس اوكي ما بعرف اذا صح، بتاكد منها بكره. و
بستخدم طريقة تانية تاعت ال دو باراليل بيربوندكولار، وهيك نقلب الرسم هيك بشوف انه ال A أول شي برهنا انه ال M O مدياتيس على ال A E وال M O بيربوندكولار على ال A E، تمام؟ وكمان عندي انه ال M ال A E بيربوندكولار على ال E B. كيف عرفناها بيربوندكولار؟ فين نقول والله هيك تجربة تجربة انه هي بيربوندكولار؟ لا، بدي برهنا انه هي بيربوندكولار. بقول A E B est un triangle rectangle en E. كيف عرفت التريانجل ريكتانجل؟ لابري هايدي. بقول قبل ما اقول انه هيدا تريانجل ريكتانجل، بقول او او ايكال ا او ايكال او بي ريون، والاو ميليو دو ا بي، الور او او ايتان ميديان ريلاتيف، الور ا او بي ايتان تريانجل ريكتانجل. شو صار بيعطيني هدول؟ هيدي 90، وكمان معي انه هيدي كلها 90، هيدي وين؟ هيدي 90، هيك هيدي 90. صار شو معي كمان؟ هيدي 90 او هي 90 ديجري. فبقول انه كمان ال A E perpendicular على O على B E. دونك alors ال M O parallel على ال E. ليش قلنا انه هي parallel؟ لانه ال O E هي perpendicular على ال M O perpendicular على ال E B. وفي هنا نحن صراحة ما بعرف كيف هي بتنقال عن جد، بس انه هي قاعدة بتقلنا بس يكون عنا اثنين parallel وهي perpendicular على واحدة بتصير perpendicular على الثانية، او التي بروك لقلها انه بس يكون عنا اثنين هي واحدة perpendicular على اثنين parallel بتصير ال M O او ال M O parallel على ال E B، تمام؟ لانه هون عندي perpendicular وهون perpendicular وعلى نفس السيجمون اللي هو ال A E، شو صرت بتعطيني؟ انه ال M O parallel على ال E B. هوضح احكيها باكثر هذا. هقول premièrement M O est perpendicular على A E médiatrice déjà de montrer، وكمان عندي ال E B perpendicular على A E car ال O E هي égal A O égal O B وال O milieu de A B donc ال A E médian relatif dans le triangle A E B. صارت عندنا إنه ال A E perpendicular على E B، A E perpendicular على quoi؟ A E B. وبس وصارت عنا الـ OM parallel على الـ BE. هيدا هو كل هيدا هي كل قصة الـ parallel. بعدين قالوا لنا montre que les quatre points M O E A sont appartient au cercle C déterminer le diamètre et le rayon. اوكي. هاي. أول شيء بدنا نشوف وين ال point. أنا بحطهم عندي الـ M هون. حط علي هيك دويرة، عندي ال O هون، عندي ال E هون، وال A هي مدام كتبتها 2 E، بس أنا بظن A لأنه ما في ما بتزبط 2 E، فأجباري تكون A. معي هدول 4 بوان. أنا بدي بس حتى برهن إنه هني أبارتين على السيرك المعين، لازم برهن يكون في عندي 2 تريانجل ريكتانجل، 2 تريانجل ريكتانجل. أنا بقول أول شيء ال M A O تريانجل، ال M A O M E O دو تريانجل ريكتانجل انسكري دون ان دومي سيركل دو ديامتر M O، ال M O كوتي كومان. الور الور فيني أقول كمان، هي فيني أقول إنه ال M A هي إيكال M E، صارت عندي هذا التريانجل قد هذا التريانجل، بس مش على طول بيكونوا قد بعضهم الدو تريانجل اللي أنا باخذهم، أحيانا بيجي واحد هيك وواحد هيك فما بيكونوا قد بعضهم. فأنا هون حقول إنه ال M A O اي M E O دو تريانجل ريكتانجل انسكري دون ان دومي سيركل دو ديامتر M O، وال M O كوتي كومان. الور M A E O سي سون دي بوان ابارتيان ان دومي سيركل دو ديامتر. كيف جبنا انه الام ا تريونغ؟ كيف جبنا الام او تريونغ؟ التريونغ ريكتانغل اول شيء هون 90 لانه تانجنت، وهون 90 لانه تانجنت، وصار عندي الام ا او تريونغ ريكتانغل والام او او تريونغ ريكتانغل. وهيدي الانسكري هي جمله بنقولها، بس يقولوا لنا هيدا هيك بيطرحوا لنا هيدا السؤال دغري، بدنا نقول انسكري دان زان كذا، او فينا نقول دان زان دو سيركل، او فينا نقول دان زان سيركل. اوكي، هيدا هو كل الاكزرسيس، بس هيدا هو كل الاكزرسيس، ما في شيء ثاني.